اعزاز عندنا ومن هويناكم هوينا الناس كلها. شنو اغني لكم؟ مرحبا، انا فاتن وانا ابو الحسن. اليوم راح ناخذكم جوله بانجيليا ونشوف منو اللي يحب الاغاني القديمه ومنو اللي اتجه للجديده، وليش يحبون القديم وليش يفضلون الجديد. خليكم ويانا. ما اسمع قديم. مثل شنو تسمع؟ يا صغر اسمع له هواي. اسمع له يعني مثل اعطيني مقطع هيك صغير ببالك. ذا مال مره انا بيكم محمد، مال قولوا لها باقي وفي وما خدروا عيني وتعال اخبار قلبي ميلي. والله الاغاني الجديده هي كلها روعه، يعني الحان حلو بها نوع الاختلاف من الأغاني القديمة، مثل أغاني ياس خضر، سعدون جابر، حميد منصور. ياس خضر، هيثم، يعني دول أكثر شيء أسمع لهم. محمد سالم، فهد نوري، الهيثم يوسف أو ماجد المهندس يعني أو كاظم الساهر. الهام مدفعي هذا واحد، ماجد الرومي. الله، شو اسمه؟ ماجد الرومي عندها هاي أغنية تقول اسمع قلبي وشوف دقات تعرف حبي من نبضات. الجديدة أحسها ما لها معنى، يعني أسمعها بس شوية. القديمة أحسها يعني كلماتها لها معاني هواي. أنا الجديد ولا أفتهمين ولا ما أدري شو يقولون، بس يقمزون وينقزون وما أدري شنو. أنا من هذول جماعة حضيري، جماعة داخل الحسن، المقامات العراقية، هاي الشغلات. طبعا الخشابة درجة أولى، لأن أنا بصراوي يعني. كلها تسطر تسطر بالأغاني، مو مثلا شيء مفهوم يوصل يوصل لك يعني شعوره. كل جيل وإلى تطوره، إلى طموحه، إلى أهدافه. أغاني حلوة، أكو بعض الكلمات يعني كلش حلوة، مثل أغاني رحمة رياض. هذا مو انصاف منك بليتي لي بلوى. هذا مو انصاف منك غيبتك أهل قد تطول. هذا مو انصاف منك غيبتك أهل قد تطول. الناس لو تسألني عنك شردجة وبوس.